كيف حالكم؟ الحمد لله. هلا يا مات، رح نبلش بحصة رياضيات. بحصة شو؟ رياضيات. بحصة رياضيات اليوم يا مات رح ناخذ رقم جديد، بس قبل الرقم الجديد مع بعض بدنا نتذكر ايش؟ الأرقام القديمة. يلا مع بعض. واحد يعني واحد، مو سامعة. 2 يعني 2، 3 يعني 3، 4 يعني 4، 5 يعني 5، 6 يعني 6، 7 يعني 7، 8 يعني 8. شمس اليوم يا مس رح ناخذ رقم 9، نمبر 9. 9 يعني 9. تسعة يعني 9. تسعة يعني 9. تسعة يعني 9. ايش رقمنا يا مثل جديد؟ 9. ايش يعني 9؟ 9. ممتازين. طلعوا لي على اللوح. هلا في عنا مجموعة أسماك، ماشي؟ تعالوا نعدها بالنمبر أول إشي بدنا نعدها، أو نعدها بالرقم بعدين بالنمبر. بالرقم بنعد، يلا. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلا بدنا نحط على ايدينا ايش؟ 9 9. كيف بدي احط على ايدي 9 9؟ على ايدي الاولى قديش بدي احط؟ ممتاز يا عزيز، ممتاز بطل زقفوا العزيز. على ايد الاولى قديش بدي احط؟ 5. وبايد الثانية؟ 4. برافو يا سليم. بايد الثانية قديش؟ 4. يلا كنا شايلين من ايدنا الثانية 1، ايد عليها 5 والايد الثانية 4. ممتاز يا جود. يلا عدوا لي اياهم اشوف. 10 يا فهد؟ 9. 9 صح؟ هيك عشرة. لا 9 يا مس. هلا مس مين يذكرني هاي الإشارة شو اسمها حكينا؟ هاي جمع. جمع. قلنا نحط على ايدينا جمع، إشارة الجمع. ممتازين. طيب هلا ايش حكينا هاي الإشارة؟ يلا حطوا لي على ايديكم إشارة اليساوي. هيك يا برافو. هلا بدنا نعرف يا مس 5 + 4 يساوي كم؟ 9. ايش عرفكم انه 9؟ حطوا لي على ايديكم. يلا حطوا لي على ايديكم زي ما عملنا هلا. عدهم يا عزيزي. يلا عيد يا عزيز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ممتاز بطل. طيب يعني 5 + 4 كم يساوي؟ 9. 5 + 4 يساوي 9. طيب هلا عرفنا، ماشي. طب تعالوا هلا نشوف كيف بدنا نكتبه، كيف نكتب رقمنا الجديد. طلعوا دويرة كبيرة، هي دويرة سحسيلة صغيرة، هي دويرة كبيرة وسحسيلة صغيرة، بس هاي رقمنا دويرة كبيرة سحسيلة.
تمثال صغيرة. شفتوا رقم 9 ما أحلاه؟ بيشبه أي حرف؟ ستة. ثمانية. برافو. بس هاي الأو دائرتها صغيرة كانت وسحسيلة كبيرة، صح؟ أما الناين دويرة كبيرة وسحسيلتها صغيرة. ماشي يا مس، رقم شو هاد؟ تسعة. مو سامعة.